مساء الخير يا برج العذراء، نخش على طول على الطاقة العامة لأن أدهشتني قليلا. ذا تاور تا 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 تا. طيب شايفك ازاي؟ هو شايفك ان انت كارتي ده مش ندم، لا شايفك ان انت زعلان على 3 كوبايات او 3 حاجات، يعني زعلان. هي في مشكلة في العلاقة، حصلت مشكلة، يا اما فعلا مشكلة، بس هي مش خيانة، بس هي مشكلة. هو شايفك ان انت عمال فجرت العلاقة وقررت تمشي وقررت تهد الدنيا على دماغه، ولكن نسيت له جمال تانية، نسيت حاجات تانية، باصص زي ما بيقولوا كده على الشيء المدلوق وسايب ان في حبة في الكوباية. يعني انت باصص على 3 كوبايات اتدلقوا، في كوبايتين وراك، هو شايفك كده، وشايفك ان انت فجأة مرة واحدة وقفت شغل في العلاقة دي. فممكن تكون انت بالظبط، انت بتشتغل جامد قوي 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 في العلاقة دي، قوي قوي، كنت واقف جنبه قوي ومحسسه، انت كنت محسسه ان كينج اوف بانكس. ممكن تكون كان في شغل بينكم او حاجة زي كده، بس انت كنت محسسه في المشاعر والعواطف والكلام والاهتمام. يعني فجأة قررت ان انت زعلت منه على حاجات بسيطة ورحت فجرت الدنيا ومشيت. هو برج العذراء مش قماص، ولكن برج العذراء ما بيحبش حد يبوظ له خطته. يعني انا ماشي على خطه، بحبك وتحبني، اهتم وتهتم بيا، فجاه بقى تمشي كده، هحود انا كده، يهمنيش ادوس على قلبي وامشي. فانت حزين قوي، شايفك ان انت حزين قوي على 3 كوبايات وسايب كوبايتين، سايب في حاجتين ورا. طب بص ورا يا اخي، طب ليه وقفت كده؟ هو بيقول لنفسه ليه وقفت كده؟ احنا كنا زي الفل وكنا سمنا على العسل، ليه فجأة خلتني في أزمة مش عارف أعمل إيه؟ ليه كده؟ عملت كده ليه؟ فشايف إن أنت فجأة مرة واحدة بطلت شغل في هذه العلاقة وتركتها وقلت شكرا على كده، أنا عايز أمشي. طب أنت شايفه إيه بقى؟ الكارتين دول لما يجوا مع بعض يبقى في شخص فعلا في أزمة. في شخص فعلا في أزمة. أنت شايفه إن هو، بص بقى ركز معايا، حط نفسه في أزمة، هو في أزمة، بس هو اللي حط نفسه في الأزمة دي. في حاجة حصلت ما بينكم، ولكن أنا مش ساحرة، أنا مش ساحرة يا ببلاوي، لا أنتوا مش جايين عمر أفندي هنا. أنا مش عارفة إيه هي الأزمة، ولكن في حاجة عطلت هذه العلاقة، خلتك توقف تماما العطاء وسبته يحل بقى مشاكله مع نفسه. إيه هي؟ الله أعلم، يمكن ان يكون طرف ثالث، وانت اكتشفت ان الطرف الثالث ده معاه قوي قوي، او انه مثلا طلبت منه انه تاخد خطوه جاده في العلاقه، ولكن هو تقاعس عن هذه الخطوه الجاده وحط نفسه في ازمه بقى. فانت شايف ان هو حاطط نفسه في اوهام، في اوهام. الشخص ده ممكن يكون شكاك برضه وحاطط نفسه في اوهام ان انت بتعرف عليه حد مثلا، حاجه زي كده، وبيفكر كتير قوي 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 قوي، هو بيفكر كتير قوي وبيحسب للخطوه 1000 مره، ما يقدرش يعمل خطوه الا يحسب ليها 1000 مره. بيكون بطيء ودايما دايما عنده نظره تشاؤميه. انت على فكره، انت ما بتحبش كده، انا ما بحبش كده، انا الحياه سهله، انت بالنسبه لك الحياه سهله وبسيطه، قول لي بحبك اقول لك بحبك، اصبر معاك 10 سنين تصبر معايا 10 سنين. انما هو مأزم، في حاجه هو عاملها ازمه، في موقف وفي حاجه هو حاطط نفسه فيها، بس الحاجه دي وهميه او شيء وهمي او مش وهمي، موقف ممكن يعدي ممكن يتحل، بس هو مش عارف يحله. فانت شايف ان هو بطيء قوي وبيفكر كتير قوي ومش راضي يحل الموضوع، وباصص كده النظره تشاؤميه، الموضوع انتهى او انت مشيتي او انت في حاجه غلط في الشخصيه دي. انا حاسه ان هو مش مريض نفسي، ولكن هو مأزم حاجه، هو في ازمه، في ازمه مش عارف يعمل ايه، محتار جدا جدا. ممكن يكون فعلا في طرف تالت، وانت فجاه كده قلت له بقول لك ايه، يا انا يا هي، يلا بقى يا بابا حل نفس حل الازمه دي فورا، يلا انا مش هفضل اديلك في حاجات واكلمك واقول لك بحبك واهتم بيك وابقى في العلاقه 100 100، وفجاه فجاه فجاه تسيبني. يا انا يا هي، انت خدت موقف وقلت يا انا على عقدك، خلصت. ده انا ارميك من فوق البرج انت وهي كمان، يعني انت ممكن تكون واقف في البرج اصلا ورميت الاثنين دول من فوق.
يلا يا عم بقى ما تقرفنيش بقى، انا خلقي ضيق الجو حر. وبصراحه ممكن يكون عندك حق، لو الشخص ده فعلا كان بيتمايع في اخذ القرار، بس هو يعني شاعر بنقص فظيع من غيرك بصراحه، وفعلا حاسس ان انت فجأة يعني قلبت عليك كوبايات وقلت له لا شكرا قوي كده، سي قوي كده، مش عايزه منك اي حاجه. طيب هو ايه الخطوه اللي عايز ياخدها بقى، بيفكر فيها؟ هو مش عايز اقول خداع، لان هي ما تقولش خداع، ولكن ممكن اخد لك كارت برضو اضافي هنا. كان برضو ايه، ما نكونش ظلمنا الراجل. علاقة ثلاثية صرف علاقة ثلاثية. الشخص ده عايز ينهي العلاقة الثلاثية دي. ما تخافش، اللي انت عملته صح يا برج الأزرق، موقف اللي انت خدته ده ميمي، شابوه يا برج الأزرق. انت بتيجي في الوقت الجد تقلب. هو محتار اهو، انت شايف حاطط نفسه في ازمه، في ايده ان يختارك او يختار الطرف التالت ونحل بقى المشكله دي. هيخلص، اخلص الوقت خلاص، الحياه ما فيهاش وقت ان انا اقضي حياتي كلها قاعده جنبك بخدمك وانت مع واحده تانية. علاقه ثلاثيه، هو يعني قرر خلاص، هو مقرر يمشي. بص هنا محتار، عشان انا بقول لك الكارت ده قلقني شويه، هنا محتار، هنا هيختار خلاص، عايز ينهي بقى القرف ده. هو كمان على فكره قرفان لعلمك، يعني هو كمان قرفان من العلاقه الثلاثيه دي خالص، وعايز يرجع لحد من الماضي. ممكن تكون انت، وعايز بقى ينهي بقى الصراع ده برضو. ده ثلاث اطراف شاعر بان العلاقه الثلاثيه دي كده ليله زرقاء، مش عارف يعمل ايه، وكلنا خسرانين في العلاقه الثلاثه دي كده، احنا كلنا خسرانين، كلنا، مفيش حد فينا كسبان، محدش فينا كسبان. فعايز بقى ياخد قرار بقى، عايز يعمل تغيير. بص ده شخص بيدبر، هو بيفكر كتير فعلا، يعني كارت الساحر برضه تفكير عميق، ولكن هيطلع بقرار مره واحده. لكن اديله وقته عشان لما ياخد قرار يبقى معاك بجد. طب انت مقرر تعمل ايه؟ انت مقرر، بص بقى، انت مقرر تسيبها على الله، يعني خد وقتك في الاجابه و هقف في مكاني لغاية ما القدر يحكم بحكمه بس، وده كلام العقل. انت خلاص، انت اديت له الكلام، اديت له كلام جامد قوي، ممكن تكون اديت له كلام جامد قوي، وسايب العلاقة دي بقى يحكم فيها ربنا سبحانه وتعالى بما يشاء. لو احنا لبعض يا ابن الحلال، هتبقى انت زوجي وانا زوجتك، مش لبعض خلاص. انت زهقت من الوضع عموما، زهقت من الوضع ده، فانت واقف في مكانك عمال تلعب بالحصان كده، وايه ماشي، يروح ويجي راحته، ولكن انت سايبها تيجي زي ما تيجي، هتيجي تعالى ما تجيش. ولكن في نفس ذات الوقت اشعر بسيناريو اخر هنا هتاكد منه، ده ممكن تكون عايز تخرج من العلاقه دي تماما، عايز تنهي العلاقه دي، تشعر بان هي كان فيها أزمة. أنت محتار برقنا يا ربي يا إلهي. بص بقى، أنت شاعر بأن العلاقة دي كان فيها أزمة، وفعلا فيها طرف ثالث، وكان فيها تفكير يعني كتير قوي من جهة الطرف ده، أو أنت استغلك كتير، مش استغلك يعني، فضل كتير قوي فيها، ولكن فيها حب وكان فيها استقرار. بس انت بقى عايز بداية جديدة، سواء بقى مع الشخص ده او مع غيره، بس انت عايز بداية جديدة نظيفة خالية من الطرف الثالث. هتيجي يا عم الحاج يا اهلا وسهلا، بس مفيش طرف ثالث، مش هتيجي شكرا ليك، ما اشوفكش تاني في حياتي، من الاخر على بلاطة. هو ده اللي انت عايز تقوله، هتيجي انا واقف في مكاني مش هعمل اي حاجه، والله ما انا متحركه،
عايز تيجي اتفضل من غير طرف تالت، مش عايز تيجي انا هبدأ بداية جديدة تماما. اه كنا بنحب بعض، اه بنموت في بعض، بس لا انا اسف، ستوب لغاية هنا، ستوب. وعايز كمان لو هيرجع الشخص ده تاني يبقى في توازن، يبقى في توازن، ما يبقاش في طرف تالت. هو محتار، هو كان محتار ما بينك وبين حد تاني، ده وش يعني، وما كانش عارف ياخد قرار، فتقول له لا ستوب، وقف هنا، يا انا يا الطرف ده، يا انا يا دي. طيب هو عايز يقدم لك ايه، او شايف العلاقة دي فيها ايه؟ هو شايف العلاقة دي فيها حب كبير قوي، صح كده؟ يعني الكينج اوف كابس و الكينج اوف كابس والكينج اوف بانتكلز، يعني الحب والغرام والاستقرار والبداية الجديدة والبداية الحقيقية، وهنقوم هنا لبكرة الصبح، كلام كتير قوي. هذه العلاقة بالنسبة له علاقة متكاملة، علاقة متكاملة فيها كل حاجة، وعايز يقدم لك عرض جديد، عايز يقدم عرض جديد. انما انت بقى برضو هنا يحمل السينيور النهنين اتنين سيناريو. انا واقف في مكاني اهو، باصص لقدام وماليش دعوه بعروض، تيجي ما تجيش براحتك، ولكن هتيجي يبقى ما فيش شيء من الماضي يجي معك، الطرف التالت ما يجيش معك، هتقرب من حياتي بالطرف التالت هقول لك باي باي بكل بساطه، هتيجي بطرف تالت هقول لك دف واقفل وانهي على الماضي وعليك، وانا وانت ننط، ولا ليا عزيز ولا ليا غالي. بس كده اتنين سيناريو في هذه القصة، اقدر اقول اتنين سيناريو. انت مخيره، مخيره، وعشان كده انت واقف في مكانك. هتيجي من غير طرف تالت، هتيجي من غير اي مشاكل عموما، ملاش طرف تالت، هتيجي من غير اي مشاكل. لو الطرف ده عيلة اب ام، تيجي وانت حالل مشاكلك، عشان انا ايه؟ عشان انا تعبت، تعبت في ان انا بشتغل في العلاقة دي لوحدي، وانت تحت طوع ابوك وامك بمعنى ادق كده. يعني امك تقول لك لا دي وحشة، خلاص يا امي خلاص تمام، لا مش هسمح لك بكده تاني. هتيجي تنهي على الماضي كله ونبدأ صفحة جديدة مع بعض. مش انت شايفني الكينج اوف كابس وشايف ان انا بداية حلوة، يبقى انا استحق. طيب النصيحة ايه؟ النصيحة بتقول لك التين اوف التين اوف وندوز هو شخص، الاول كده قبل ما اوضحها، التين اوف وندوز شخص ماشي في طريق القدام، هو متقدم اهو، ولكن بيحمل مع الماضي دائما. فالنصيحة بتقول لك شيل بقى آلام الماضي دي وابدأ صفحة جديدة، يعني بطل، يعني خلاص بقى انسى بقى راحت فين، انسى بقى اللي حصل، خلاص انسى اللي حصل، ابدأ صفحة جديدة مع نفسك بقى، وما تحملش آلام الماضي كده وانت ماشي قدام. انت لو عايز تبدأ علاقة جديدة انسى القديمة. لو برج العذراء اللي شايفني دلوقتي عايز يبدأ علاقة جديدة بعد هذه العلاقة وفعلا انها عليها